بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. كتير من الأصدقاء بيسألوني أنت ليه يا مستر بتبدأ بالمقدمة دي؟ أقول لهم إن البسملة تعني بسم الله الرحمن الرحيم، فيها كل الخير، ويجب على أي متداول أن يبدأ بها لما لها من فضل كبير ولها من أمر عظيم، فيها كل الخير لمن داوم على قراءتها، ومعناها طلب العون والبركة من الله ببركة أسمائه الحسنى صاحب الرحمة الشاملة العامة والخاصة قبل البدء في أمر ذي بال. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أي ناقص. ويقال أن أسرار القرآن الكريم كلها موجودة في بسم الله الرحمن الرحيم، لذا ابتدأت بها كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة. فإذا دخلت أي مجلس وليكن مثلا مجلس التداول، قل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حيث شرعت البسملة في كل أمور الإنسان لذكر الله سبحانه وتعالى في الأكل والشرب والقعود والقيام وتلاوة القرآن وعند الوضوء، وذكرها فيه تبركا وتيمنا واستعانة على إتمام الأمر، وبها طلب القبول من الله تعالى والإخلاص لله تعالى. ولا بد لنا كمسلمين وكمتداولين أيضا أن نجعل بسملتنا وتوكلنا على الله في بدء تداول أي شيء أساسيا، أي من المسلمات والبديهيات. يجب ألا تفارقك البسملة في كل صفقة تدخلها وفي كل جلسة تداول، ومن خلال البسملة والصلاة والسلام على رسول الله ينزل الله علينا بركته وفضله وكرمه، ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في عمل لا توكل ولا بسملة فيه. والتداول هو عمل نسعى من خلاله لطلب الرزق الحلال، والتداول كأي عمل ثاني بجانب العمل الأصلي للمتداول يتطلب جهد بدني وقد يتطلب جهد ذهني، وأثناء التداول تحتاج إلى طاقة عالية من الصبر والتركيز لتحقيق النجاح. لذلك لابد لهذا العمل أن يبدأ بتوكل على الله مسبب الأسباب الحي الذي لا يموت، حتى يمن الله علينا بفضله وكرمه ورحمته، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.